التسجيل قيد التقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات تعليم عن بعد الاقتصاد المطور، طلاب مقرر مدخل الاقتصاد الإسلامي. أهلا بكم في لقاء حي جديد من لقاءاتنا الحية لهذا المقرر، وهو اللقاء الحي الثالث. هنتمنى فيه إن شاء الله نستكمل مع بعض اللي كنا بنتكلم عليه المرة اللي فاتت، ألا وهو خصائص الاقتصاد الإسلامي. بس قبل ما نتكلم ونستكمل شرحنا وتوضيحنا لهذا المقرر، بنأكد على الصوت كالمعتاد، إن الصوت واضح يا شباب؟ واضح، تمام. يبقى نبدأ على بركة الله. كنا بنتكلم يا شباب على خصائص الاقتصاد الإسلامي، وتحديدا كنا توقفنا عند آخر خاصية، وقلنا إن الاقتصاد الإسلامي اقتصاد أخلاقي. يعني إيه؟ هل يفصل الاقتصاد الإسلامي بين الاقتصاد والمعاملات التجارية أو الأخلاق، ولا في تكامل بين الاقتصاد والأخلاق؟ من خصائص الاقتصاد الإسلامي أنه اقتصاد أخلاقي، إذن لا يفصل بين الأخلاق والاقتصاد أو المعاملات التجارية والاقتصاد والأخلاق، لا يوجد انفصال بينهم، وإنما يوجد تكامل وترابط وانسجام تام بين الاقتصاد والأخلاق. لذلك هي دي الخاصية رقم 7. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة. ده اللي رفعت منزلة التاجر الصدوق القديم، التاجر الصدوق الأمين. وده بيأكد على إن مفيش انفصال ما بين الأخلاق وما بين يا جماعة المعاملات التجارية والاقتصادية. وممكن يجي لك صح وغلط، يقول لك يفصل الاقتصاد الإسلامي بين المعاملات التجارية والاقتصاد والأخلاق. يفصل ولا لا يفصل؟ طبعا الإجابة غلط، لكن أو العبارة خطأ، لكنه لا يفصل بينهم، إنما في تكامل وانسجام تام بين الاقتصاد والأخلاق. أيضا كنا بنقول إن الاقتصاد الإسلامي من خصائصه أيضا إن هو بيجمع بين المسؤوليتين الذاتية والمسؤولية القضائية والإدارية، في تناسق محكم بخلاف النظم الاقتصادية الوضعية التي تفصل بين هذه الأمور وبعضها، فأيضا في تكامل في هذه الجوانب. لو انتقلنا إلى نقطة أخرى بعد ما تعرفنا على خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي وعرفنا مواصفات أكتر عنه أو سمات أو مميزاته في نقاط متعددة، كمان عايزين نعرف إيه الهدف لهذا النظام؟ يا ترى فيه هدف واحد ولا بتوجد أهداف متعددة؟ طبعا في أهداف متعددة لهذا النظام الاقتصادي الإسلامي، ويأتي على رأس هذه الأهداف اللي المفروض ما نتكلمش فيه، كلكم عارفينه الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، قول الله عز وجل: وما خلقت الإنس والجن إلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أو في آية أخرى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لمن؟ لله رب العالمين. وبناء على جماعة الهدف الأسمى والهدف العظيم لوجودك في الحياة هو طاعة الله عز وجل وابتغاء ثواب الله عز وجل وابتغاء الجنة والفردوس الأعلى من الجنة. نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى في الجنان، أنتم وجميع المسلمين ونحن والسامعين، اللهم آمين. لكن خلينا نتكلم على أهداف أخرى أكاديمية. طبعا احنا عارف أن الاقتصاد الرأسمالي كان هدفه الأساسي هو الربح، أما الاقتصاد الاشتراكي كان هدفه المساواة الاجتماعية. لكن الاقتصاد الإسلامي بيقول ليه أهداف متعددة، وذكرنا الهدف السامي العظيم اللي المفروض ما نتكلمش فيه لأن احنا عارفينه كلنا. نتكلم بقى على الأهداف الأكاديمية أو بيسموها الأهداف الكبرى لنظام الاقتصاد الإسلامي. يا ترى إيه الأهداف ديت؟ بيهدف ليه النظام دوت؟ عايز يحقق إيه؟ عايز يعمل إيه؟ نشوف كده إن في 4 أهداف كبرى للاقتصاد الإسلامي. والهدف الأولاني هو
انه عايز يحقق مستوى معيشي مناسب لكل فرد في المجتمع. النظام دوت عايز ايه؟ عايز يعيش الناس حياة كريمة، حتى الفقير يلاقي حياة كريمة يعيشها، بمعنى انه عايز يحقق مستوى معيشي مناسب لكل فرد. ده هدف من الاهداف الكبرى للنظام الاقتصادي الاسلامي. نتناول ايضا اهداف اخرى ليه، الا وهي تحقيق القوة والعزة الاقتصادية. طبعا هنتناول كل هدف من الاهداف دي بالتفصيل بعد شوية، ولكن خلينا نقولهم اجمالا ثم تفصيلا. هم 4 اهداف. طبعا الهدف الثاني تحقيق القوة والعزة الاقتصادية. يا ترى في فرق بين القوة والعزة؟ يا ترى هم حاجة واحدة ولا كل واحدة ليها تعريف مختلف عن التانية او معنى مختلف عن التاني؟ الكلام ده هنعرفه بعد شوية ان شاء الله. انما هو هدف من اهداف الاقتصاد الاسلامي تحقيق القوة والعزة الاقتصادية. الهدف الثالث يا شباب هو تقليل التفاوت في توزيع الدخول والثروات بين افراد المجتمع، اي ايجاد نوع من العدالة، بمعنى انه مش عايز يساوي بين الناس، يخلي الناس كلها سواسية زي بعض في لا ده ربنا خلق الناس مختلفين وفي درجات، انما الاقتصاد الاشتراكي كان عايز يساوي بين الناس وفشل في ذلك. الاقتصاد الرأسمالي نتيجته قالت الى ان الغني بيزداد غنى والفقير لا يزداد، والفقير يزداد فقر، فالفجوة بتزيد جدا ما بين الاغنياء والفقراء، بمعنى ان الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقر، فبيحصل تفاوت كبير في توزيع الدخول والثروات، وده نوع من الظلم. اما الاقتصاد الاسلامي لا هو عايز يزود الفجوة ولا هو عايز يساوي بين الناس تماما، لان ده ينافي الفطرة الكونية لله عز وجل في الناس مختلفين في الذكاء وفي الجسم وفي اللون وفي الرزق وغيره. انما الاقتصاد الاسلامي عايز يعمل ايه بقى يا جماعة؟ عايز يقلل الفجوة ما بين الاغنياء والفقراء، ويعلل او يقلل التفاوت او يخفض التفاوت في توزيع الدخول والثروات بين افراد المجتمع. الهدف الرابع اللي ممكن نقوله يمكن مش واضح عندكم هنا دلوقتي هو عدم الافساد في الارض. نقدر نضيف الهدف الرابع دوت، نقول الهدف الرابع اللي هي الاقتصاد الاسلامي، هو احنا في صفحه 13 من المذكره اللي موجوده على المنتدى، صفحه 13 في المذكره اللي موجوده على المنتدى في نص الصفحه كده. يبقى اذا يا شباب الهدف الرابع هو عدم الافساد في الارض. طب ازاي ما نفسدش في الارض؟ يعني نحافظ على البيئه، ايوه، يعني ما نلوثهاش، ايوه، يعني نستخدم الموارد استخدام امثل وما نهدرهاش وما نضيعهاش، ايوه. يبقى ده الهدف الرابع لاهداف الاقتصاد الاسلامي. طيب خلينا كمان نقول كل هدف من الاهداف دي بقى بشيء من التفصيل شويه. اول حاجه ان الاقتصاد الاسلامي يا جماعه عايز يحقق مستوى معيشي مناسب لكل ايه؟ لكل فرد، بمعنى ان حتى الفقير يلاقي حياه كريمه يعيشها ويلاقي احتياجاته الاساسيه متوفرة، ويلاقي احتياجاته الأساسية متوفرة. بنأكد على أن الصوت واضح يا شباب، الصوت واضح، الصوت واضح. طيب بنستكمل طبعا وبنقول أن أول هدف تحقيق مستوى معيش مناسب لكل فرد، طبعا من خلال الإنسان بيبذل المجهود، وأن الإسلام بيحث الإنسان على العمل والاجتهاد وعدم التكاسل وعدم التخاذل وعدم التسول والاعتماد على النفس في كسب الرزق والاجتهاد في العمل وإتقان العمل. وبناء عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم طلب الحلال واجب على كل مسلم، أي أن طلب الحلال فرض على كل مسلم. حتى الأنبياء كان كل نبي من الأنبياء والرسل كان له مهنة كانت سببا في تحصيل رزقه، فمنهم من كان حدادا، ومنهم من كان خياطا، ومنهم من كان نجارا، ومنهم من كان يرعى الغنم، ومعظم الرسل اشتغل بمهنة رعي الغنم ثم بالتجارة زي رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، بدأ برعي الأغنام ثم بالتجارة ومضاربة بأموال السيدة خديجة في التجارة صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن ده الهدف الأولاني يا جماعة، هو تحقيق مستوى معيشي مناسب لكل فرد. يا عم عندك غنم، ماشي يا عم، ربنا يبارك لك في الغنم، يعني مش قصة، يعني ربنا يبارك لك في الغنم، ايه المشكلة؟ يعني انا بقول لك ان الانبياء والرسل كلهم تقريبا امتهنوا بمهنة رعي الاغنام، ومنهم من بدأ برعي الاغنام ثم اشتغل بمهنة التجارة او المضاربة بأموال السيدة خديجة رضي الله عنها. وهو رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ولنا اسوة حسنة في الانبياء وفي الرسل، و
خاتم الأنبياء والمرسلين، رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. فربنا يبارك لك في الغنى يا سيدي ويغنيك من فضله، ونسأل الله يغنينا من فضله، كلنا فقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. أنت قلت عليها كتير قبل كده في اللقاءات اللي فاتت، فيا رب تكون دلوقتي استريحت يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. الهدف الثاني يا شباب هو تحقيق القوة والعزة الاقتصادية، تحقيق القوة والعزة الاقتصادية. يا ترى في فرق بين القوة والعزة؟ لازم تعرفي، لازم تعرف الفرق بين القوة والعزة. نركز يا شباب في المحاضرة أو اللقاء بتاعنا، تحقيق القوة والعزة الاقتصادية. يا ترى في فرق بين القوة والعزة؟ لازم تعرف الفرق بين القوة والعزة، بيجي كتير في الاختبارات سواء صح وغلط أو اختيار متعدد. القوة هي إيه بقى يا جماعة؟ القوة كمعنى هي حيازة كل الوسائل الممكنة لتحقيق المصالح المختلفة للمجتمع، مختلفة للمجتمع، تحقيق الوسائل المختلفة أو المصالح المختلفة للمجتمع. دي القوة. هندي مثال يا شباب، يعني لو في مجتمع مثلا بينتج، ركزوا بقى، لو في مجتمع بينتج 25% من احتياجاته وبيستورد من الخارج 75%، هل ده مجتمع بيمتلك قوة أو عزة؟ لا، لا قوة ولا عزة. طب لو فرض بقى انه بينتج 75% وبيستورد بس 25% من الخارج، هل ده مجتمع بيمتلك قوة أو عزة؟ بيمتلك إيه يا ترى؟ بيمتلك قوة، بيمتلك قوة، لكن العزة لسه مش موجودة. طب ما رأيك بقى لو هو بينتج 120%، يعني 120% زيادة؟ لا يا شباب، ده بيمتلك قوة أو عزة؟ ايوه بيمتلك قوة، لانه بيكفي احتياجاته 100% وفي 20% زيادة كمان. طب الزيادة دي يعمل فيها ايه؟ يمكن يصدرها ويجيب عملة صعبة يحسن من مستوى المعيشة للبلد وللمواطنين، يمكن يخزنها وتبقى مخزون استراتيجي عنده يحتاجها في وقت ما يحتاجها يلاقيها، يمكن لا قدر الله ها دولة يحصل لها كارثة بجواره، سواء كانت دولة مسلمة أو غير مسلمة، ها يكون إيه يا جماعة؟ ممكن يقول للدولة اللي جنبيه اللي حصل فيها الكارثة ديت، سواء كانت دولة مسلمة أو غير مسلمة، يقول له إيه؟ خد هذه معونة لا ترد، يعطيها معونة لجواره ويقول له معونة لا ترد، مش دي عزة يا جماعة؟ نسأل الله أن يرزقنا القوة والعزة بالإسلام. طيب يا شباب، العزة بقى هي ايه كتعريف، والقوة هي ايه؟ لازم تعرفوا التعريفين دول كويس يا شباب، كويس جدا. القوة هي حيازة كل الوسائل الممكنة لتحقيق المصالح المختلفة، كل مصادر القوة والوسائل الممكنة تحيز نسبة كبيرة منها. أما العزة فهي حيازة المصادر الذاتية التي تغني عن الوقوع تحت سيطرة أو تحت رحمة الآخرين. دي العزة، يا ريت تعرفوهم كويس بحيث زي ما قلنا بيجوا في الاختبارات كتير. بننتقل لصفحة 14، وبنقول القوة طبعا الاقتصادية هي الركيزة لتحقيق مختلف أنواع القوى المادية، بجانب طبعا قبل ده كل القوى الإيمانية التي هي المنطلق والأصل لكل قوة. لأن من غير، لو امتلكت كل أسباب القوة ولا توجد القوة الإيمانية لا يوجد الإيمان، فده كله هباء منثور يعني لا قيمة له، لأن شرط هو الإيمان، شرط هو يا جماعة الإيمان بالله الواحد الأحد. طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن كلمة من قوة هنا جات نكرة، مش معرفة بالألف واللام، أو مش معرفة بالأل، دليل على أي نوع من القوة. هل هي القوة العسكرية، القوة الصحية، القوة الطبية، القوة العلمية، القوة الهندسية، قوة البلد في البنية الأساسية، قوة العقول، قوة هل أي أنواع القوة؟ أكيد بالتأكيد طبعا كل أنواع القوة. لذلك جاءت كلمة قوة نكرة في كلام ربنا سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. طيب الهدف الثالث يا شباب بنتكلم عليه من أهداف الاقتصاد الإسلامي، ألا وهو محدش بيقول تخفيض أو تقليل التفاوت في توزيع الدخول والثروات. وهنا يا شباب مش معنى تخفيض أو تقليل التفاوت في توزيع الدخول والثروات ليس معناه ان احنا نخلي الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقر، لا مش معناها كده. هل معناه نساوي بين الناس تماما ونلغي الفوارق بين الطبقات؟ ايضا ليس معناها كده، لا معناها كده ولا معناها ايه؟ يعني ايه
تخفيض التفاوت في توزيع الدخول والثروات، هل معناها إزالة الفوارق تماما بين الطبقات؟ بالتأكيد لا، إنما معناها يا جماعة إن إحنا نوفر مستوى معيشي مناسب لكل فرد، وناخد بالنا من النقطة دي مهمة جدا، إن تخفيض التفاوت ليس معناه إزالة الفوارق أو الفوارق تماما بين طبقات المجتمع، وإلا ربنا في الأصل يعني خلقنا متفاوتين في الذكاء والرزق والعلم والجسم والطول واللون وكل الكلام ده كله يا جماعة احنا مختلفين فيه، فربنا خلقنا على اختلاف وعلى درجات، ربنا جعلنا درجات فخلينا فوق يعني بعضنا فوق بعض درجات ليتخذ بعضنا بعضا سخرية. أي نعم، ممكن الغني يفقره الله وممكن الفقير يغنيه الله، نسأل الله أن يغنينا من فضله وكلنا فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، لكن هيظل الناس في تفاوت وفي درجات يعني مش هنقدر نساوي بينهم تماما. يعني لما أسألك أو أسألك، أنت بتحتاج للكهربائي أو للسباك ولا ما بتحتاجوش؟ بتحتاجه. طب الكهربائي والسباك بيحتاج لكم ولا لأ؟ بيحتاج لكم. لذلك لازم يبقى فيه الود والرحمة في التعامل بين الناس، ونعرف إن كلنا محتاجين لبعض، لأن ربنا خلق الكون بسنن كونية معينة له حكمة في ذلك. أيضا الهدف الرابع والأخير اللي يمكن ما تلاقوهوش يعني قدامكم في المذكرة، تقدروا تكتبوه كده باختصار، هو الهدف الرابع يا جماعة هو إيه بقى؟ عدم الإفساد في الأرض. الهدف الرابع هو إيه؟ عدم الإفساد في إيه؟ في الارض. يعني ايه عدم الافساد في الارض؟ يعني المحافظه على البيئه، يعني استخدام الموارد استخدام امثل واستخدام جيد واستخدام كفء وعدم اهدار الموارد، استخدام رشيد، كل الكلام اللي بتقوله ده مظبوط ولو ان انتوا ما عملتوش حاجه يعني. يبقى ده يا شباب دول الاربع اهداف الكبرى للاقتصاد الاسلامي، قلناهم في الاهداف الاربعه لازم تبقوا عارفين كويس جدا اهداف الاقتصاد الإسلامي. بعد كده هنتناول جزئية جديدة، الجزئية الجديدة دي يا شباب بتتكلم على عدم الاحتطاب، طبعا المحافظة على البيئة والمحافظة على التوازن البيئي بأشكال مختلفة، ها؟ وعدم الرعي الجائر، ماشي يا عبد الرحمن، يعني أنت عندك غنم من الرعي الجائر، ها؟ اللي يخلي التربة تتعرى مشكلة، خلاص؟ الله المستعان. أيضا يا شباب المشكلة الاقتصادية لما نتناولها ما بين الاقتصاديات الوضعية اللي من وضع الإنسان ومن قوانين الإنسان، ما أقصدش حاجة طبعا عبد الرحمن، ربنا يصلح حالك ويصلح حالنا جميعا. المشكلة الاقتصادية بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي، نركز بقى يا شباب في المحاضرة، يعني احنا بنقول حاجة كده بس تخلي انتباهنا يتشد تاني للكلام اللي احنا بنشرحه، وبناء عليه شباب بنتكلم دلوقتي على المشكلة الاقتصادية بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي. الاقتصاد الوضعي طبعا احنا عرفنا ان هو من وضع الإنسان، من وضع يا جماعة الإنسان، لكن لما نقول الاقتصاد الإسلامي احنا قلنا بيعتمد على ايه؟ بيجيب القواعد بتاعته منين الاقتصاد الإسلامي ده؟ من الشريعة. طب الشريعة هي ايه؟ القرآن والسنة. طب القرآن والسنة جاية منين؟ ها؟ ربانية المصدر، لأن القرآن هو كلام الله عز وجل، القرآن الكريم كلام ربنا سبحانه وتعالى. ها؟ أما السنة فهي ها؟ السنة هي ها؟ السنة هي إيه؟ حد يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا ها؟ وحي يوحى، يعني كلها مصادر ربانية اللي هي يا جماعة المصدر، كلها مصادر ربانية المصدر، فما فيهاش خطأ، لكن الخطأ في فهمنا وفي عقولنا، لكن طبعا اللي يطبق الحاجات دي صح ما فيهاش خطأ، الخطأ يرجع لنا لكن لا يرجع إلى هذه الأصول النقلية سواء القرآن أو السنة. لما نتكلم يا جماعة على المشكلة الاقتصادية في الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي، أولا عايزين نعرف طبيعة المشكلة دي وعناصر وأهمية المشكلة الاقتصادية. رقم اتنين عايزين نعرف الأدلة. احنا قلنا يا شباب، قلنا يا شباب يا وجدان اللي بتسألي على الأحاديث والآيات، قلنا الأحاديث والآيات يعني هي بتثبت المعلومة، لكن غالبا ما بنجيبش فيها يعني إلا لو جه حاجة بتبقى حاجة بسيطة جدا يعني وبنذكرها واحنا بنشرح. يعني هجيب لك مثلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وهذا يعني منع الضرر نسبيا جزئيا مطلقا لا شيء مما ذكر. الإجابة الصحيحة هتكون إيه بقى يا جماعة هنا؟
بتقوله بقى مطلقا، ما قلتش انا كليا دي، انا قلت جزئيا نسبيا مطلقا. بتجيبوا كلام من عندكم ازاي؟ انتوا حاجه غريبه قوي. جزئيا نسبيا مطلقا لا شيء مما ذكر، يبقى هي مطلقا بالطبع هي الايه اللي صحيحه. خلينا بقى نقول المشكله الاقتصاديه بالاقتصاد اللي هو الاقتصاد الاسلامي، هنتناقش فيها عن 3 اشياء: طبيعه وعناصر اهميه المشكله في كل من الاقتصاد والاقتصاد الاسلامي، الادله والاسباب المنطقيه والشرعيه لاقرار المشكله الاقتصاديه في المجتمع الاسلامي. يا ترى الاقتصاد الاسلامي بيقر وجود المشكله الاقتصاديه ولا لا يقر وجود المشكله الاقتصاديه زي الانظمه الاخرى؟ هنشوف الكلام دوت. ايضا كيف يتم مواجهه المشكله الاقتصاديه في الانظمه الاقتصاديه سواء اشتراك او راس مالي، وكيف ايضا يتم مواجهتها في الاقتصاد الاسلامي. لو بدأنا اي حاجة، اول واحدة يا جماعة، اول جزئية هنتناولها، ما هي طبيعة يا ترى شكل المشكلة دي في كل نظام من الانظمة دي؟ طبيعة وعناصر واهمية المشكلة الاقتصادية من وجهة نظر كل نظام من الانظمة دي. فاول حاجة لما نتكلم عن طبيعة او مضمون المشكلة الاقتصادية، هي ايه المشكلة الاقتصادية؟ عبارة عن ايه يا شباب؟ انتوا درستوها في المبادئ الاقتصادي الجزئي ودرستوها في مقررات اخرى يمكن. ايه طبيعة المشكلة الاقتصادية دي؟ دي عبارة عن ايه؟ بتتكون ازاي؟ ايه اسبابها يا ترى؟ اولا المشكلة الاقتصادية يا جماعة عبارة عن وجود رغبات وحاجات متعددة ومتنوعة مستمرة لا تنتهي للفرد والمجتمع، هي دي اللي عاملة مشكلة. لا، اللي بيظهر مشكلة بقى الرغبات الكتيرة ديت موجودة في ظل وجود موارد اقتصادية او محدودة او نادرة نسبيا، وده اللي بيزود المشكلة. يبقى اذا عندي رغبات كتيرة وعندي موارد محدودة، الموارد دي هصنع منها ايه او استخدمها في ايه؟ هي دي المشكله بقى. يبقى لازم هنا يكون كل شخص يكون ليه اولويات، وكل مجتمع يكون ليه اولويات في ترتيب اولوياته دي، ايه الاهم فالمهم فالاقل اهميه فاللي مش مهم خالص. يبقى اذا المشكله الاقتصاديه يا جماعه بتكون ليها ابعاد او ليها اسباب، ان هي عباره عن رغبات واحتياجات متعدده ومتنوعه ومستمره للفرد والمجتمع، بيقابلها وجود موارد محدودة أو اقتصادية أو نادرة نسبيا، مما يحتم على الفرد تحديد أولوياته. مما يحتم على الفرد يا جماعة تحديد أولوياته من خلال الاختيار والتضحية والإحلال. الاختيار والتضحية والإيه؟ والإحلال. على سبيل المثال، مثلا لو واحد معاه في جيبه 1000 ريال وراح محل ملابس عايز يشتري توب او يشتري او واحده تشتري عبايه، فلقيت المحل عارض 3 انواع من الاتواب ب3 الوان مختلفه. المورد موجود ولا لا؟ المورد اللي هو النقود موجوده. طب المشكله فين؟ المشكله لما اجي مثلا ابص على الاسعار يلاقي الواحده منهم مكتوب عليها 1000 ريال، بس هو رغبته انه عايز يمتلك الجميع، يمتلك كل ال3 عبايات او ال3 اتواب. ساعتها هيعمل ايه بقى؟ يقول انا ما معيش الا 1000 ريال وكل عبايه او كل توب من الاتواب ديت ثمنه 1000 ريال. طب انا اعمل ايه بقى؟ يبقى لازم تعمل ايه بقى؟ ما ترد، ولازم ايه؟ ايوه، لازم بقى يرتب اولوياته، لازم يختار ويضحي، يعمل عمليه احلال وتبديل، ويقول لا لازم اختار اول واحده بس هي اللي اشتريها، لان ما معيش المورد ما يكفيش، لان رغباتنا كتيره جدا، انا عايز الثلاثه مش هينفع. خلاص يا شباب، وهو ده دور الاقتصاد انه يواجه المشكله الاقتصاديه اللي عرفنا ابعادها اللي اتكلمنا عليها ديت. تاني عنصر بنتكلم فيه عن المشكلة، طبيعة الموارد اللي تستخدم لإشباع تلك الحاجات. طبعا احنا قلنا ان الموارد يا جماعة هي الموارد الاقتصادية اللي بتهمنا واللي تكون موجودة بشكل نادر نسبيا او محدود، لكن خلينا نقسم الموارد، ان الموارد موجودة في الكون بشكلين رئيسيين او بنوعين في الوجود للموارد. اولا الشكل الاولاني من الموارد يا شباب، موارد خلقها الله تعالى بوفرة مطلقة كالهواء وأشعة الشمس والماء في مصادره، وهذا النوع يعرف اقتصاديا ويطلق عليه الموارد الحرة، ويعتبرها الناس مجانية، يعني الناس ما بتبذلش مجهود في انها تحصل على هذه الموارد. يعني انا دلوقتي قاعد هتنفس انفاس زيادة، هاخد انفاس زيادة، قاعدين عمال اتنفس، ما لقيتش حد جاي الفاتورة ويقول لي انت تنفست قد كده، ادفع بالريال ولا ادفع بالدولار. او لينا الشمس، لينا الجو برد وشتاء شديدة، فالواحد ليه الشمس طالعه راح وقف فيها عشان يدفى، ليه ناس جت وقفت جنبيه، ما لقيناش حد ماشي ورانا بفاتوره ولا بايصال يقول انت وقفت ربع ساعه ادفع كذا ريال، وانت وقفت 10 دقايق ادفع كذا ريال. هل بيحصل كده؟ ما بيحصلش. دي بنقول عليها موارد حره يا جماعه، دي ما بتهمناش في دراسه علم الاقتصاد، يمكن في علوم اخرى بتدرسها، يعني في مجالات وعلوم اخرى تدرس الكلام ده، دي مش هتهمنا في علم الاقتصاد. لكن تبقى عارف هي ايه الموارد الحره،
مجرد انك تبقى عارف ما هي الموارد الحرة عشان تفرق بينها وبين الموارد اللي بتهمنا في دراسة علم الاقتصاد، الا وهي الموارد. قولوا بقى الموارد اللي بتهمنا الموارد الاقتصادية او المحدودة او النادرة نسبيا، دي اللي بتهمنا بقى، اللي هي النوع الثاني او الشكل الثاني من الموارد، موارد خلق الله تعالى بقدر محدود، وهذا النوع يتطلب الحصول عليه دفع ثمن وبذل جهد لاجل امتلاكه، وذلك لان القدر المتوفر منه محدود نسبيا، وهذا الشكل من الموارد يطلق عليه الموارد الاقتصاديه او المحدوده او النادره نسبيا. ودي اللي بتهمنا الحقيقه في علم الاقتصاد، وبنركز عليها في المشكله الاقتصاديه، وهو الذي له صله بالمشكله الاقتصاديه وتفصل بالندره النسبيه. طيب احنا عرفنا عرفنا طبيعه المشكله يا شباب. يبقى اذا عناصر المشكله بتتلخص في عنصرين، دول السببين الرئيسيين اللي بيكونوا المشكله، ان الحاجات والرغبات والموارد الاقتصاديه. الحاجات والرغبات مالها؟ متعدده ومتنوعه ومستمره لا تنتهي. يعني واحد من حضراتكم دلوقتي نفترض ان هو جعان جدا، طب جبنا له اكل وكل وشبع، هل مشكله الاكل انتهت تماما بالنسبه له؟ هل مشكله الاكل انتهت تماما بالنسبه له؟ لا طبعا، ده كمان شويه يمكن ياكلنا احنا، خلاص هيجوع تاني طبعا، وهكذا. وكل حاجة عايز ياكل حاجة غيرها المرة اللي بعديها. طيب اذا يا جماعة الحاجات الرغبات دي متعددة ومستمرة ما بتنتهيش، والموارد الاقتصادية في حد ذاتها محدودة ونادرة نسبيا، فدورك بقى ان انت تحدد الاولويات علشان تقدر تدير الموارد دي وتستخدمها استخدام امثل. مال المايك يا جماعة؟ انا مش عارف الصوت فيه مشكلة يا شباب، الصوت فيه مشكلة ولا واضح؟ الصوت واضح كويس، يبقى اذا اي مشكلة في الصوت من عندكم انتوا يا شباب، من الاجهزه او من النت، واضح يا شباب؟ وانصح كل واحد يجيب سماعه، سماعه هيدفون كده يبقى يحطها، هيسمع كويس الصوت ان شاء الله عز وجل. طيب يبقى اذا اهميه المشكله يا شباب الاقتصاديه هنلخصها في ثلاث اوجه. اهميه المشكله الاقتصاديه هنلخصها في ثلاثه اوجه. يعني صوتي عالي زياده عن اللزوم يعني؟ ماشي. طيب اديني بعدت المايك شويه يعني. اهميه المشكله الاقتصاديه بتتلخص في ثلاثه اوجه. انا ممكن ما اتكلمش خالص يعني لو عايزين، اذا كان صوتي مضايقكم عادي يعني مفيش مشكله، انتوا عايزين نعمل. اهميه المشكله الاقتصاديه يا شباب بتتلخص في ثلاثه اوجه. الوجه الاولاني انها تعتبر جوهر الدراسات الاقتصاديه، ويعتبر استمرارها استمرار لتلك الدراسات. يعني ايه؟ يعني واحدة من حضراتكم ذكية جدا تقول لا يعني كده لو مفيش مشكلة اقتصادية ما كانش بقى فيه دراسات اقتصادية؟ أقول لها أيوه صح، أقول لها صح. طب الوجه الثاني أنها سبب نشأة علم الاقتصاد. واحد تاني كلكم أذكياء طبعا ما شاء الله، واحد تاني يقول لي يعني قصدك لو مفيش مشكلة اقتصادية ما كانش بقى فيه علم اقتصاد؟ أقول له برافو عليك، ممتاز. الوجه الثالث يا جماعة ان المذاهب والنظم الاقتصاديه تنوعت اختلفت فيما بينها تجاه المشكله الاقتصاديه. واحد يقول لي كمان ده ايه ده، يعني لو ما فيش مشكله اقتصاديه ما كانش بقى فيه نظم اقتصاديه لا راسمالي ولا اشتراكي ولا اسلامي؟ اقول له ايوه. يجي واحد اذكى منكم كلكم يقول لي ايه ده، يعني لو ما فيش مشكله اقتصاديه ما كانش بقى فيه مقرر مدخل الاقتصاد الاسلامي؟ كنا استريحنا من المقرر ده واستريحنا منك يا دكتور. اقول له تمام، برافو عليك، ممتاز. هو كده بالفعل، يعني لو ما فيش مشكله اقتصاديه ما كانش بقى فيه كل الكلام ده. لكن الواقع بقى وحظكم السيء، ها الواقع بيقول ايه وحظكم السيء بيقول ايه؟ ان في مشكله اقتصاديه عشان تلاقوا مقرر اسمه مدخل الاقتصاد الاسلامي، وتلاقوا دكتور اسمه صلاح بيشرح لكم او بيوضح لكم الحاجات الصعبه شويه عليكم في المقرر. حظكم كده بقى، امركم لله، وبناء عليه لازم تجتهدوا عشان تحصلوا معدل عالي ان شاء الله عز وجل. طيب الجزئيه اللي بعد كده يا شباب هتلاقونا بنمر عليها سريعا، اللي هي بقى طبعا الاقتصاد الاسلامي. ربنا يبارك فيكم جميعا. طبعا الاقتصاد الاسلامي يا شباب كعلم بقى، مش بنتكلم على الاسلام. احنا طبعا احنا كام هجريه النهارده؟ 1439 هجريه. مش بكلمك على الاسلام على القران والسنه، لا بكلمك على علم الاقتصاد الاسلامي ككتب، كمؤلفات، كنظريات، كقواعد، كابحاث، كمتخصصين بالمقارنه بالراسماليه والاشتراكيه. هو احدث منهم كايه بقى؟ كعلم. واضح يا شباب؟ هو احدث ايه؟ منهم كفكر اقتصادي. هو احدث منهم، هو احدث من الراسماليه والاشتراكيه. فعلماء الاقتصاد الاسلامي يا شباب هم قاعدين يكونوا علم اقتصاد اسلامي كده في البدايه، ها قالوا طيب ايه اللي اتبنت عليه العلوم او الانظمه الاقتصاديه الاخرى والفكر الاقتصادي؟ قال اتبنت على وجود مشكله اقتصاديه. فلو ما فيش مشكله اقتصاديه ما يبقاش في علم. طب احنا بقى نسال نفسنا سؤال حيوي،
علماء الاقتصاد الاسلامي يقولوا كده، هم بيأسسوا العلم يعني. هل يقر الاقتصاد الاسلامي بوجود المشكله الاقتصاديه في ظل تطبيق الشريعه الاسلاميه؟ السؤال ده طرحوه على نفسهم وقعدوا يجاوبوا عليه، اتقسموا فريقين. فريق قال لك لا يقر الاقتصاد الاسلامي بوجود المشكله الاقتصاديه في ظل الشريعه، والفريق الثاني عكسه قال لا، توجد وتوجد وتوجد مشكله اقتصاديه في حتى في ظل الشريعه الاسلاميه بتوجد مشكله اقتصاديه. وكل فريق طبعا مش بالعضلات والقوه والصوت العالي، انما بالعلم والادله، كل واحد بيحاول يدافع عن رايه. يا ترى مين الراي الارجح؟ يا ترى مين الراي المنطقي اكتر؟ يا ترى مين اللي ادلته اقوى؟ الراي الثاني بالفعل ان بالفعل في مشكله اقتصاديه، واثبتوا ده بالقران والسنه والاجماع والعقل والمنطق والدليل النقلي اللي هو القران والسنه والدليل العقلي. وبناء عليه هنمر سريعا على الجزئيه ديت، مش هنتناولها يعني بالتفصيل، لكن هتسيبكم تبقى تقروها، اللي هي خلاصتها هل يقر الاقتصاد الاسلامي بوجود المشكله الاقتصاديه ولا لا يقر الاقتصاد الاسلامي بوجود المشكله الاقتصاديه؟ ها الخلاصه بقى يا جماعه بتقول نعم، الفريق الاقوى بيقول ايوه نعم، واللي هو المنطق بيقول يقر الاقتصاد الاسلامي بوجود المشكله الاقتصاديه مثل الانظمه الاخرى. هل توجد مشكله اقتصاديه مثلا في امريكا كدوله راسماليه كبرى؟ هل توجد بطاله في امريكا؟ نعم. هل توجد بطاله في روسيا كدوله اشتراكيه؟ نعم. هل توجد بطاله في السعوديه او في مصر او في دوله عربيه اسلاميه؟ نعم. امال ايه الاختلاف بينهم؟ المشكله موجوده في كل مكان. ايه الاختلاف؟ النسبه، قد تختلف النسبه، قد تزداد المشكله في مكان وتقل في مكان اخر، لكن المشكله موجوده. والمشكله الاقتصاديه لا يمكن حلها على وجه الاطلاق، مستحيل حلها، انما هي موجوده الى ان شاء الله عز وجل. وبالتالي هتلاقوا عندكم ادله كثيره لعلماء الاقتصاد الاسلامي بتؤكد على وجود المشكلة الاقتصادية دي، هتبقى تقروها يا شباب، اللي هي صفحة 15، باقي صفحة من أول الجزئية الأخيرة اللي هي آخر فقرة صفحة 15 بتبدأ الأدلة، وتستمر معاكم الأدلة صفحة 16 كمان. كل دي أدلة يا شباب لغاية خامسا وسادسا صفحة 17، كل دي أدلة على وجود الإيه؟ على وجود المشكلة الاقتصادية، يا ريت تطلعوا عليها كويس. لكن خلينا نمر على عناوين فيها برضه عشان تبقوا موجودين في الصورة. صفحة 15 طبعا هم استدلوا بالقرآن وجابوا بعض الآيات اللي بتدلل على وجود المشكلة الاقتصادية. ثم ثانيا قال لك من الأدلة والأسباب لإقرار المشكلة الاقتصادية أن أقسام الندرة أو ما يعرف بالندرة النسبية هي المقصودة عند دراسة المشكلة الاقتصادية، وهي لا تعني عدم كفاءة الموارد على المستوى الكوني أو العالمي، إنما تعني قلتها على المستوى الجزئي أو الإقليمي، وترتبط بظروف الزمان والمكان إلى آخره. يعني الكلام ده قال لك إحنا عندنا في أنواع من الندرة، وأهم نوع من الندرة فيهم هي الندرة النسبية. قسموا الندرة لثلاث أنواع يا جماعة، في ندرة مطلقة، وفي ندرة إقليمية، وفي ندرة نسبية. قال لك لو قسمنا الندرة كمان دي بتدلل على وجود مشكلة اقتصادية، زي مثلا الندرة الندرة المطلقة قال لك يعني الحاجة مش موجودة خالص، طب دي هدرس دي ما تهمناش دي. الندرة الإقليمية قال لك يعني المورد موجود في إقليم أو موجود بكثرة في إقليم ونادر في إقليم آخر. إيه رأيكم في البترول في دول الخليج؟ كتير ولا قليل؟ كتير. طب في اليابان؟ يمكن ما يكونش موجود. دي معناها الندرة الإقليمية، يعني المورد موجود في إقليم ونادر في إقليم إيه آخر، دي الندرة الإقليمية. النوع الثالث من الندرة يا شباب هي الندرة النسبية، أيوة دي اللي تهمنا بقى أكتر. دي معناها مش معناها إن المورد قليل بس، لا ممكن يكون المورد كتير، لكن المشكلة تيجي منين بقى؟ هستخدم المورد ده في إيه؟ هستخدم المورد ده في إيه؟ أو هوجهه الاستخدام أو هصنع منه إيه؟ زي مثلا بقول لك لو فرض ان في بلد غنيه في عنصر الحديد في الجبال والاراضي بتاعتها، يعني الحديد كتير ولا قليل؟ كتير. المورد موجود ولا مش موجود؟ موجود. اما المشكله تيجي فين يا شباب؟ لما نقول هنصنع ايه من الحديد دي؟ واحد يقول لك هنصنع حديد للمعمار عشان المباني والمساكن، واحد تاني يقول لك لا احنا هنصنع منه سيارات، واحد تالت يقول لك لا هنصنع منه الات ومعدات تقيله زي الحفارات والاوناش والكلام ده، واحد تالت رابع يقول لك لا ده احنا هنصنع منه القضبان بتاع قطار الرياض، ونصنع منه قطار الرياض، او نعمل شبكه سكه حديد قويه للبلد. واحد رابع او خامس يقول لك لا احنا محتاجين المسامير والبيبان والشبابيك والحاجات دي. تظهر مشكله هنا ولا لا يا جماعه؟ تظهر مشكله، لان هنا الندره النسبيه قد يكون المورد متوفر كتير، ولكن تظهر له المشكله من خلال ايه بقى يا جماعه؟ ان
المورد ليه استخدامات كتيرة جدا، وبالتالي لازم ارتب اولوياتي واختار واضحي واعمل عملية احلال، زي موضوع الالف ريال اللي قلت لكم عليها، تشتري بيها عباية ولا توب. لازم تضحي وتختار وتقرر هتاخد ايه في حدود المورد المتاح ليك. اذا اجي اقول لك اختار متعدد. الندرة المقصودة عند دراسة المشكلة الاقتصادية هي الندرة المطلقة، الندرة الاقليمية، الندرة النسبية، لا شيء مما سبق. مين بقى؟ النسبية يمكن مش موجودة عندكم بالتفصيل اللي انا قلته، لكن احنا مركزين على الندرة النسبية. واضح يا شباب؟ تبقى عارف ان هي دي اللي مرتبطة بالمشكلة الاقتصادية. ايضا المشكلة الاقتصادية اقرها بعض السلف، فذكرها الامام الماوردي رحمه الله بقوله في مقولة استدلوا بيها على ان العلماء القدامى، الفقهاء القدامى من كتبهم ومراجعهم عارفين ان في مشكلة اقتصادية. نيجي احنا علماء اقتصاد اسلامي حديث في العصر الحديث نقول ما فيش مشكلة اقتصادية. فالامام الماوردي بيقول ان المال اقل من ان يضيع في كل موضع بحق وبغير حق. يعني المال هنا مقصود بالموارد، يعني الموارد قليلة يا جماعة، مش عشان نضيعها في حاجة ما تستحقش او تستحق، لا، لازم نحط كل حاجة في موضعها الصحيح. او قال معاوية رضي الله عنه وارضاه كل اسراف بإزائه حق مضيع. دي مقولة الامام معاوية برضه بتؤكد على ان المشكلة الاقتصادية هي مشكلة ادارة للموارد. يعني ايه كل اسراف بإزائه حق مضيع او يقابله حق مضيع؟ يعني يا شباب لو فرض مثلا واحد جعان، برضه جعان جدا، جبنا له اكل، كان نص الاكل والباقي نص الاكل التاني رماه في الكمامة او في سلة الكمامة، يعني هو في اللحظة اللي بيرمي فيها ده مش عمل اسراف وتبذير؟ في اللحظة اللي هيرمي فيها الاكل ده مش في ناس تانيين في الكون بيموتوا من الجوع؟ في ولا ما فيش يا جماعة؟ في ناس تانية بتموت من الجوع. يبقى هي سوء ادارة موارد ولا لا؟ ما كان ياكل على قده وما يرميش الباقي، او يحفظ الباقي، او يدير اللي محتاجه، مش هيقلل المشكلة الاقتصادية؟ هيقلل المشكلة الاقتصادية. يعني استدلوا الحقيقة بأقوال كتيرة، لكن رابع حاجة في وجود المشكلة الاقتصادية، بيقول إن وجود المشكلة الاقتصادية هي المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، ولهذا يكون كل نظام اقتصادي بموجات التساؤلات التالية: ماذا ينتج وكيف ينتج ولمن ينتج؟ يعني كل نظام من الأنظمة الثلاثة دول، رأس مال اشتراكي إسلامي، بيقرر إن المشكلة الاقتصادية هي المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، هي الدينامو. لو ما فيش مشكلة اقتصادية ما كانش يبقى في علم اقتصاد، ما كانش فيها مشاريع اقتصادية ولا تجارة ولا غيره. لكن الواقع بيقول ان في مشكله اقتصاديه. فكل نظام يا جماعه بيقول الموارد القليله اللي عندنا دي ورغباتنا الكتيره، ماذا ننتج وكيف ننتج ولمن ننتج؟ ماذا ننتج؟ هننتج ايه؟ الموارد اللي عندنا دي هنوجهها لانتاج ايه؟ طيب تاني حاجه، كيف ننتج؟ كيف ننتج؟ لا يا جماعه، الادله يعني بيقول بتثبت المعلومه اكتر، المعلومه الايات والاحاديث والادله دي بتثبت المعلومه اكتر، لكن غالبا ما بسالكمش فيها. يعني الحقيقه لما الواحد يجاوب على كل سؤال ده شغلانه، يعني اسئلتكم كتيره لكنها اسئله تقليديه، يعني عايزين اسئله علميه بس بنشرح. ماذا ننتج وكيف ننتج ولمن ننتج؟ ايوه، الموارد دي هننتج منها ايه؟ ماذا ننتج وكيف ننتج؟ يا ترى هننتج ازاي؟ هل هننتج بتكنولوجيا يدويه تقليديه، تكنولوجيا قديمه تقليديه مانيوال يعني، ولا هننتج بتكنولوجيا متوسطه ما بين الحديث والقديم، ولا هننتج بتكنولوجيا متقدمه، ولا هننتج بهاي تكنولوجي، هاي تك يعني، هاي تكنولوجي، تكنولوجيا عاليه ديجيتال رقميه مثلا؟ هل هننتج باي نوع؟ يا ترى متوفر عندنا الموارد البشري ولا مش متوفر؟ وهكذا. فكيف ننتج؟ مش عارفين هنستخدم اي نوع من الفن الانتاجي او التكنولوجيا الانتاجيه. لمن ننتج؟ يا ترى هننتج لمين؟ هل هنصدر الانتاج للتصدير؟ ولا هننتج للاستهلاك المحلي؟ ولا هننتج جزء استهلاك محلي وجزء تصدير؟ لمن ننتج؟ دي اسئله بيطرحها الانظمه الثلاثه على نفسهم، وبيحاولوا يجاوبوا عليها كل واحد بخصائصه وصفاته وبرؤيته لكيفيه حل المشكله الاقتصاديه. ايضا من الحاجات اللي بتدلل على وجود مشكله اقتصاديه يا شباب ان المشكله الاقتصاديه ليست ذات مستوى ثابت. يعني ايه؟ يعني متغيره مش ثابته، المشكله الاقتصاديه متغيره مش ثابته. هقول لك حاجه، هل مستوى البطاله في المملكة من 20 سنة هو نفس مستوى أو معدل البطالة النهاردة؟ لا. طيب هل أي مشكلة بقى، هل هي من كذا سنة زي ما، أو هل بتختلف من دولة لأخرى ولا زي بعضيها؟ لا بتختلف. يبقى إذا المشكلة الاقتصادية يا جماعة على سبيل المثال لما بنقول أمثلة بتختلف وليست ثابتة. أجي أقول لك صح ولا غلط، الاختيار متعدد. المشكلة الاقتصادية ذات مستوى مثلا متغير ثابت ألف وباء معا لا شيء مما ذكر مثلا.
لا المستوى متغير طبعا، مستوى قد تثبت فترة لكنها هتتغير، مش هتثبت أبدا يعني. يبقى إذا ليست المشكلة الاقتصادية ذات مستوى ثابت، يعني مش ثابتة يعني بتتغير من الآخر. طيب الحاجات التانية اللي أثبتوا بيها وجود مشكلة اقتصادية، قال لك إن ما في مشكلة اقتصادية تعارض أو لا يتفق مع المقصود من بعض الأمور الشرعية أو الأمور الشرعية المتعلقة بالسلوك الاقتصادي. إزاي الكلام ده؟ قال لك يعني لو ما فيش مشكلة اقتصادية هو كان ربنا يقول لنا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ما لو ما فيش مشكلة اقتصادية كنا ناكل ونشرب وكل حاجة، يبقى الموارد كلها حرة، أي حد عايز أي حاجة في أي وقت مش هيحتاج مجهود يبذله، مش هيدفع فيها، هياخد كل اللي هو عايزه، إذا واحد عايز نفس هياخد أنفاس زيادة من غير ما يدفع. لا القصة مش كده، وبالتالي يا جماعة في مشكلة اقتصادية بتحشينا على الاستخدام الرشيد للموارد حتى بأوامر الشريعة الإسلامية، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. كل دي أدلة. الخلاصة بقى، هل يقر الاقتصاد الإسلامي بوجود المشكلة الاقتصادية في ظل الشريعة الإسلامية ولا لا يقر بقى؟ يقولوا أنتوا بقى يقر ولا لا يقر؟ نعم يقر بوجود المشكلة الاقتصادية في ظل الشريعة الإسلامية. طيب أنا قربت أخلص يعني، ما تقلقوش 5 دقايق يعني إن شاء الله نخلص. الجزئية اللي بعد كده يا شباب بنقول كيفية مواجهة أو حل المشكلة الاقتصادية، هنواجهها إزاي؟ ومين اللي هيواجهها؟ عندنا 3 أنظمة، في رأس مالي وفي اشتراكي وفي إسلامي. طبعا إحنا قلنا ال3 أنظمة دول بيوجهوا لنفسهم 3 أسئلة، ماذا ينتج يعني، أي يكون بتحديد الحاجات أو الرغبات اللي تحتاجها المجتمع نوعا أو كما أو حسب أهميتها، يعني الموارد اللي عندنا دي هننتج منها إيه؟ نوجهها لإنتاج إيه؟ بتختلف من دولة ومن مجتمع لآخر. ثانيا كيف ننتج؟ هننتج بأي طريقة يا ترى؟ بأي فن إنتاجي؟ تكنولوجيا تقليدية ولا متوسطة ولا تكنولوجيا حديثة ولا هاي تكنولوجي ولا تكنولوجيا رقمية ولا إيه؟ مش عارف، حسب موارد المجتمع المحدودة. لو في مجتمع ما عندوش موارد بشري يبقى كده يعتمد على هاي تكنولوجي. واضح يا جماعة؟ لمن ننتج؟ هننتج لمين؟ يا ترى السلع دي هتكون للاستهلاك المحلي ولا للتصدير ولا جزء استهلاك محلي وجزء تصدير وهكذا. وبالتالي كل نظام من الأنظمة دي يا شباب بيختلف في مواجهته للمشكلة الاقتصادية، وكل نظام من الأنظمة دي ليه أدواته وليه آلياته وليه سياساته في مواجهة المشكلة الاقتصادية، لكن مستحيل حل المشكلة الاقتصادية بشكل جذري، إنما إحنا عايزين نعمل إيه بقى؟ تقليل المشاكل الاقتصادية وتقليل حدتها. لازم كده يا جماعة لو سألتكم سؤال، لو واحد رايح مثلا للكهربائي قال له أنا عندي مشكلة في الكهرباء تعالي صلحها لي، هل الكهرباء يحط ايديه في جيبه كده ويكاجوال ويلبس احسن لبس عنده ويقول له انا خلاص جاي معاك اهو، ولا هيقول له ايه؟ هيقول له ايه ما تقوله؟ طيب هقول له بس استنى ثواني هلم المفاتيح والعده بتاعتي والادوات بتاعتي واجي ورا. صح؟ كذلك برضه كهربائي، سباك، حداد، كل واحد مع ادواته، حتى بتاع صيانه الدش والتلفزيون والنت برضه بتلاقي كل واحد مع ادواته. قد تتشابه الادوات وقد تختلف ولا لا، كل واحد بيبقى ليه ادواته الخاصه ولا لا. تلاقي مثلا الكهربائي دايما حاطط في جيبه كده مفك، تيست اختبار، مفك اختبار كده صغير زي القلم، مفك زي القلم كده، في لمبه صغيره بينور بيشوف فيه كهرباء ولا مفيش كهرباء. صح ولا لا؟ النجار تلاقي حاطط قلم رصاص في ودنه ومعاه مثلا متر بيقيس بيه. السباك تلاقي مثلا معاه مفتاح انجليزي او فرنساوي من اللي بيفتح بيه الصواميل بتاع الحنفيات والحاجات بتاع صنابير المياه والكلام ده. بتاع الدش والنت والكلام ده تلاقيه مثلا معاه اسطوانات او معاه فلاشه عليها برامج وهكذا. طب انت كل نظام من الانظمه دي يا ترى بتعمل ايه في المشكله الاقتصاديه؟ اكيد كل نظام من الانظمه دي يا شباب معاه شنطه الادوات بتاعته، معاه شنطه المفاتيح بتاعته، معاه الادوات والاليات والاساليب والطرق والوسائل، كل دي مرادفات، اليات، طرق، اساليب، وسائل، مفاتيح، كل دي حاجات موجوده عند كل نظام قد تتشابه وقد تختلف. طب ما الكهرباء عنده مفك عادي، والنجار عنده مفك عادي، والسباك عنده مفك عادي، بتاع استيراد الكمبيوتر والحاجات عنده مفك عادي، لكن هل المشكلة واحدة اللي بيواجهوها ولا بتختلف المشاكل؟ بتختلف. صح يا شباب؟ وبناء عليه عندنا 3 أنظمة، نظام رأسمالي، نظام اشتراكي، نظام إسلامي. أكيد كل نظام ليه أدواته في مواجهة المشكلة الاقتصادية. يا ترى الاقتصاد الرأسمالي لو بدأنا بيه بيحل المشكلة الاقتصادية ازاي؟ بيواجهها ازاي؟ النظام الرأسمالي هيقول لك والله أنا عندي أدواتي وسائل وطرق الأساليب اللي هواجه بيها المشكلة الاقتصادية، ويمكن ذكرت لكم بعضها في خصائص النظام الرأسمالي.
لكن هو مش هيكلمنا على المفاتيح كلها، يقول لك في مفتاح رئيسي، في أداة رئيسية، في آلية رئيسية بستخدمها، ومش هكلمك على باقي المفاتيح. ها، ايه هي بقى الآلية دي؟ قال لك بس هي آلية السوق. قلنا له ايه؟ قال جهاز الأسعار. قلنا له ايه؟ قال جهاز الأسمان. قلنا له ايه؟ قال قوى العرض والطلب. قلنا له ايه؟ قال لا، لو مش فاهم الكلام ده بقى كله معلش روح ادرس تاني مبادئ اقتصاد جزئي عشان تعرف هي مين آلية السوق. واضح يا شباب؟ واضح ولا مش واضح؟ فقلنا له طيب وضح لنا ازاي هتحل المشكلة من خلال آلية السوق. قال احنا مش قلنا الموارد محدودة وقليلة ونادرة نسبيا اقتصادية والاحتياجات كتيرة؟ قال له قال آلية السوق دي هي اللي هتوجه الموارد صح. قلنا له يعني ايه آلية السوق؟ قال يعني الحاجة اللي عليها طلب يتم انتاجها، والحاجة اللي ما عليهاش طلب ما يتمش انتاجها، وبالتالي يتم استخدام الموارد استخدام ممسك. الحاجة اللي احنا عايزينها ننتجها، واللي مش عايزينها ما ننتجهاش. مش ده كلام سليم؟ سليم ولا مش سليم يا جماعة؟ عموما قالوا لك كمان ان آلية السوق ديت هي الآلية اللي من خلالها هنسعر السلع والخدمات والأجور والرواتب. هي آلية السوق دي اللي من خلالها هنحط الأجور والرواتب ونحدد بيها أسعار السلع والخدمات، وبكده نقدر نوجه الموارد ونستخدم الموارد استخدام أمثل. ولو استخدمنا الموارد استخدام أمثل ده كله هيساهم في في تقليل وفي حل المشكلة الاقتصادية، أو في تقليل حدتها. كمان بنقول ان انت لو عايز تحدد دخل اي فرد من خلال جزئيه كده ساعات تيجي في الاختبار ولا حاجه، ازاي اعرف دخل اي فرد، او تقريبا اعرف دخل اي فرد ازاي؟ اول حاجه يا جماعه مقدار ما يمتلكه من عناصر الانتاج، ثانيا سعر عنصر الانتاج السائد في السوق، اللي هي اخر صفحه 17 يا شباب، اخر صفحه 17. مقدار ما يمتلكه من عناصر الانتاج وسعر عنصر الانتاج السائد في السوق. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يا شباب لو قلت لواحد مثلا عايز اعرف دخله، بساله سؤال بقول له انت ايه مصدر دخلك؟ والله يقول لي عندي محل عصير بتاع ده، عندي مصنع عصير، ما عنديش لا وظيفه حكوميه ولا وظيفه قطاع خاص، هو المصدر الوحيد دخلي مصنع عصير. بقول له بتنتج عصير ايه؟ يقول لي مثلا عصير برتقال. بقول له ها بتنتج كام علبه في الشهر؟ والعلبه بتبيعها بكام؟ مش تقريبا اقدر اعرف دخله؟ اقدر ولا ما اعرفش؟ ها، واحد تاني بقول له عندك ايه؟ ما عنديش الا الوظيفه الحكوميه. شغال ايه؟ مثلا شغال مدرس. بقالك قد ايه شغال مدرس عشان اعرف الخبره بتاعته؟ وندرس ايه؟ مش ممكن اعرف بالتقريب دخله قد ايه؟ ها؟ واحد تاني يقول لي عندي وظيفه حكوميه ولا قطاع خاص، انا عندي عماره فيها 10 شقق بأجرها كل شهر الشقه بكذا، اقدر اعرف دخله بالتقريب ولا لا؟ يعني في حاجه زي كده ساعات بتيجي في الاختبار، الحقيقه اختيار متعدد. ايه هم العنصرين اللي من خلالهم اقدر اعرف تقريبا دخل اي فرد او اي عنصر؟ مقدار ما يمتلكه من عنصر انتاج سعر عنصر الانتاج السائد في السوق. يا ترى النظام الاقتصادي الرأسمالي نجح ولا ما نجحش في مواجهة المشكلة الاقتصادية؟ ويا ترى النظام الاشتراكي كان بيواجه المشكلة عنده أدوات؟ يا ترى نجح ولا فشل ولا انهار؟ يا ترى الاقتصاد الإسلامي عنده أدوات لمواجهة المشكلة؟ يا ترى نجح ولا فشل ولا إيه حكايته؟ هنستكمل الكلام ده كله. واللي عايز يعرف الأنظمة التانية كانت إيه أدواتها وإيه شنطة المفاتيح بتاعتها وكانت بتواجه المشكلة إزاي؟ ويا ترى نجحت ولا ما نجحتش؟ استنانا إن شاء الله اللقاء القادم أو الحلقة الجاية بإذن الله من لقاءاتنا في هذا المقرر. في نهاية لقائنا بشكركم، ويا رب تكونوا استفدتوا حاجة، ويا رب تكون المقرر مفيد وشيق بالنسبة لكم وتحصلوا معلومة مفيدة، علشان بإذن الله عز وجل تحصلوا معدلات عالية. إلى أن ألقاكم في الأحد الأسبوع المقبل في نفس الموعد الساعة 8:15 مساء، الساعة 8:15 مساء من نفس اليوم، يوم الأحد القادم إن شاء الله عز وجل. إلى أن ألقاكم أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص بقى أروح على المحاضرة التانية، مش تقول عندكم محاضرة تانية؟ وبعدين بننبه برضه على الناس يا شباب، كل الناس لازم تخرج من البرنامج علشان ما يحصلش نفس المشكلة اللي بنأكد عليها كل مرة، إن البرنامج ممكن مدته تطول يعمل لكم مشكلة ويعمل لنا مشكلة. فالأفضل كده بالذوق، ها بالذوق، سامعين؟ بالذوق، كله يخرج بره البرنامج، لأن اللي مش هيخرج بالذوق هيلاقيه خرج غصب عنه دلوقتي حالا. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.